السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أثارت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في العراق غضب الشارع العراقي من فشل الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني التي تطلق الوعود التي توصف بالوهمية لمعالجة ملف الكهرباء، بالرغم من انفاق نحو 80 أو أكثر من 80 مليار دولار على ملف الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا. ومع ارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق تزامنا مع موجة حر تشهدها البلد هذه الأيام، يتكرر انقطاع التيار الكهربائي ولساعات طويلة عن مختلف المحافظات العراقية عدا محافظات كردستان العراق. ففي محافظة النجف تساءل مواطنون عن الوعود التي تعطيها الحكومة والمسؤولون كل عام للعراقيين بتحسن واقع الكهرباء في البلد وتصدير الكهرباء إلى دول أخرى وما إلى ذلك، إلا أنهم لا يرون حلولا على أرض الواقع. وأشار مواطنون إلى أن السبب الرئيسي لمشكلة الكهرباء يكمن في حيتان الفساد، إذ صرف أكثر من 80 مليار دولار على ملف الكهرباء، لكن المواطن العراقي لم يلمس أي تحسن في الكهرباء طيلة أكثر من 20 عاما. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام هذه المقاطع. كهرباء بال11 الصبح هيك الساعة 1:12 انقطعت، وهسه الساعة بالخمسة إلا 10. خمسة إلا 10 خمس ساعات وماكو كهرباء، واحتمال ما تجي بالخمسة، احتمال بالسبعة تجي. أنا من يطلع محافظ النجف عبد اليوسف القناوي ويقول راح تستعدل الكهرباء، والله أعرف ماكو كهرباء. ثلاث مرات الرجل كل ما يحكي بالكهرباء الكهرباء تنقطع عندنا. هسه احنا مثل البشوش، جني بشك الساعة غطيت بالماء وطلعت، شنو ذنبي؟ احنا نريد الكهرباء مالتكم مو لسبالكم. سبالت سبالت ما يشتغلن اصلا، اصلا ما يشتغلن السبالت عندنا، ما يطن هوا حار، لكن نريد نغسل ملابسنا، ملابسنا نريد نغسل بالغسالات يا معودين. ولكم ما تقولوا لي شنو من بشريه انتو، ندري بيكم لا حظ ولا دبان، الله ذبكم غضب امريكا مو الله سبحانه وتعالى، حاشا، امريكا وتبعيتها وذيولها ذبوكم غضب علينا، وايران وذيولها وتبعيتها ذبوكم غضب. الكهرباء نريدها الكهرباء، بس نغسل ملابسنا، واحدكم انتو بناتكم واولادكم ما يسمون نعال، عندكم مولدات كلها 200 و300 امبير ومبربشين بهالكهرباء، واحنا كاتلنا الحر ما نريد، بس نغسل ملابسنا بالغسالات ماكو. الله ينعلكم ويلعن ايران ويلعن امريكا. هذا لسان حال المواطن العراقي النجفي، وهو لسان حال جميع العراقيين. استغرب ناشط نجفي من اسباب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في حين لا ينقطع عن مناطق المسؤولين ومقراتهم والمجمعات السكنية التي يمتلكها متنفذون في الحكومة. وتساءل الناشط عن الأزمة بالقول: هل يعقل في عام 2024 ونحن نعيش بلا كهرباء؟ ويعاني سكان محافظة النجف بفعل كثرة انقطاعات التيار الكهربائي لعشرات المرات بشكل متتال، وقضاء ساعات الليل في إطفاء وتشغيل المولدات المنزلية والتغيير ما بينها ومن بين ما يعرف بمولدات السحب الأهلية. دعونا نستمع لشهادة الناشط النجفي أبو زين العابدين الحسناوي وهو يتحدث عن أزمة الكهرباء في النجف، لنستمع. مش خليتوا تتبتبتون على ما عبد الله ومسوي لكم كل مجمع كل قصور، لا نهاية ولا بداية، والله الحزين المظلوم وتلطمون وتجيبون القراء توسعون لهم دفاتر يقروا لكم، ولكم مش عرفتم ان ابا عبد الله ومن صيبه ابا عبد الله؟ زين انتم من ظلمتوا هذا الشعب اللي عداده 40 مليون، ايش خليته بي؟ ايش خليته بي؟ كهرباء ولكم درجه 50 و51، معظم الفرات الاوسط والجنوب والشعب العراقي ماكو كهرباء، البيوت ولكم تفور 5-6 ساعات ما قاعد تجي للنجف والفرات الاوسط والجنوب، ولكم ذعد ذبذبه رايحه يا راده، رايحه يا راده، مي ماكو، كهرباء ماكو. ولكم الزراعة قلتوا خطة زراعية والوادي مذثرة باعت حلالها وسوت وتالي مات معظم الزرع ماكو مي بالشطوط،
ولكم صناعة ماكو، كهرباء ماكو، صناعة ماكو، الدولار 150 و151 مواد غذائية غالية، طحين الصفر ب47، وبالخبز وبالصمون وبالأفران زود الخبز، ولكم بهدلت الشعب، سيطرتوا على السوق، على الخدمات، وين المصانع، وين الزراعة، وين الدنيا، ولكم مش خليتوا بالشعب وتبتشبتشون على باع عبد الله ومصيبته. مشاهدينا الكرام، نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، أو ننتقل إلى التعليقات التي وردت على الموضوع السابق. دعونا نتابع التعليقات. من ريان تقول: والله العلي العظيم أحس دا أموت، ما باقي عندي طاقة تتحمل الوضع والحر، متت من أمس ب12 الظهر انقطعت الكهرباء وللآن ما إجتي، شنو السالفة؟ تعليق عندنا من علي أحمد يقول: من 2003 لحد اليوم الحكومات تتفنن بتعذيب الوطن والمواطن، وهم عباقرة في الكذب والضحك على الشعب وبيع الأوهام والخزعبلات. سيف يقول: سؤال نبحث عن إجابته، صار 21 سنة ولا نزال نبحث، والمطبلين للحكومة لا يزالون يطبلون. تعليق من ناجي يقول: إلى كل وزير استلم وزارة الكهرباء منذ تشكيل الحكومة ولغاية الآن، بصقة كبيرة بحجم معاناة أطفالنا بهذا الحر، بصقة نضعها على جبينكم يا أوغاد، وبصقة خاصة إلى الوزير الذي قال سنصدر الكهرباء في عام 2013. كما يقول ناجي. يوسف يقول: على مدار 3 أسابيع انقطاع الكهرباء وبنجاح ساحق وبتجهيز لا يزيد عن الساعتين، تحية لحكومة الخدمات ولطيب الذكر حسين الشهرستاني. ضمن تعليقات من ريهام تقول: الكهرباء بالعراق تحت رحمة إيران، على الرغم من العراق مبيوع تفصيخ لإيران، شوكة ما يعجبهم يقطعون إمدادات الغاز ونبقى تحت رحمة أبو المولدة. حكومات متعاقبة ما قدرت تحل مشكلة الكهرباء بالعراق، فقط لكي تبقى إيران مستفادة من هالوضع. ننتقل إلى الموضوع الثاني الآن مشاهدينا الكرام. طيب، نأخذ أبو علي من الديوانية وبعدين نرجع نكمل الموضوع اللي عندنا. سيد أبو علي من الديوانية، تفضل، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي أشتاق لكم، غيابكم طويل صار علينا. الله يحفظك. موجودين دائما إن شاء الله يا أبو علي. إن شاء الله زوم الموجودين المتنفس كالشعب المظلوم بالعراق. حياك الله أبو علي، كل الهلا بك يا أخي حبيبي. الكهرباء عندهم موجودة، الله وكيل عندهم موجودة، بس ما يطلع للشعب ترويع. الشعب شلون ترويعه؟ نعم، يعني ناحية غماصة صارها 4 أيام بالشارع، أطفال ونساء على الكهرباء يودونهم الشغب المال ما ودتوها لإسرائيل على غزة، ما ودتوها من جدكم داعش. إذاكم داعش اللي بثوا أبما النسوان مودتوا على الأطفال بالشارع تكلون بيها. نعم، ما يقارب 40 شاب اللي تكسر من وراء الشغل مال الديوانية. يعني هي الدولة، أنا أدري بالقيم مقام مدير ناحية 4 سنوات العقل، عندنا بغماصة 20 سنة واخذة بالقوة وهو شفته. نعم، السودان بقول ماكو شيء أقوى من الدولة، هذا عندنا مدير ناحية صار 20 سنة. الكهرباء والماء والزراعة إلى والقرايدة، وما يقارب 150 درب تعداد غماس كله بالظلم والجهل، لا كهرباء ولا ماء ولا وظائف، وهاي ما أخذينها بالقوة هو والنواب مع الغماس. الوظائف ولا شو اسمه كل الشيوخ تطلهم إياه. يعني أنتم من يعطينا المرجعية؟ تخلت من عندنا الكلى، يعني هاش أنتم محتاجين دمنا، قاتلتوا داعش، أنتم أخذتوا داعش، ثبتوا على الحكومة اللي رجعتوا علينا كثرتونا، وهاي زمانة ذاك اليوم تحشمون بينا. والله العزيز مع الأسف، والله اللي صاب على قصنا على الحكومة الإسرائيلية، والكم غماص 150 تعدادة لا كهرباء ولا ما صنع، تتشل الدواء وتودي نسواف محافظ الديوانية، يجي ياكل لحم عد الشيوخ ابن القندرة، والشعب وشعب الغماص نايم حتى بحر الشمس. طيب، ابن النعال ما يجي. بدون تجاوزات ارجو منك ابو علي، بس اريد اسالك، السوداني يقولون عنه رئيس حكومه الخدمات،
وين الخدمة، وين خدمة الكهرباء اللي هي من أهم الخدمات اللي يحتاجها المواطن العراقي؟ لو اليوم العراقي اللي عايش بلا كهرباء وبلا مي بالنسبة له التبليط أولى، أو فتح جسور جديدة أولى، يا هو الأولى يوفر للمواطن كهرباء ويجيب له المي للبيت لو يروح يبلط له شارع. يقول الإمام علي عليه السلام: خوفكم من البطون جاحت ثم شبعت، ولا تخافون من البطون شبعت ثم جاحت. هذا الرجال فقر كان ولقى منصب ولقى سكرته، دار وجهه عن الشعب العراقي كله مجرد اعلام، كذب بكذب، اطل فلوس اطهر مجلسه للنواب، النواب تجاسه ما اشتروا حمارات خارج الجسمه، ماكو تنفيذ بالديوانيه نهائيا، الشوارع محفره وكل شيء ماكو تعليمات نهائيا، كل الانجازات في السودان وماكو. الله وكيلك دوله تديرها العاهرات، السودان اعلام حاطينه فزاعه، الله وكيلك بد انسان جبان وخايف، يخاف من التيار والاطار ولا يقدر يشتغل، ورجال مو كفو، الله وكيل مو كفو. نعم. جابوه من الشارع حطوه منصب، اما على اساس يمثل الاغلبيه، لا والله، والله لو مخلي اسرائيل اشرف لنا من عندكم. جزاكم الله خير الجزاء. شكرا جزيلا سيد ابو علي، كنت معنا من مدينه الديوانيه في محافظه القادسيه. ننتقل للموضوع الثاني. طبعا الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي عادت لتتصاعد في عدد من مدن وسط وجنوب العراق على وقع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار ما تعرف بجمرة القيظ، وقطع أهالي قضاء الحيدرية في محافظة النجف عددا من الشوارع وسط مركز القضاء احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في ظل درجات الحرارة الخمسينية. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام. ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام. في محافظة القادسية خرج أهالي ناحية غماس بتظاهرات غاضبة تطالب بتحسين واقع الكهرباء وبمحاسبة القائمين على ملف الطاقة في الحكومة وعدم التستر على الفاشلين الفاسدين، فضلا عن المطالبة بتوفير الخدمات، وقطع المحتجون الشوارع بإطارات السيارات احتجاجا على الإهمال الحكومي قبل أن تطلق القوات الحكومية النار وقنابل الغاز لتفريقهم. دعونا نشاهد. نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين مشاهدينا الكرام. حيدر يقول: الترافيك لايت بالتقاطعات يتأخر أكثر من مدة وجود الكهرباء، دقائق تجي وتنطفي نص ساعة، دقائق تجي وتنطفي نص ساعة، لو يخلوها على أبو المولدة أفضل، هذه بدايات الصيف، الله لا يوفقكم. في تعليق من بشرة تقول:
لنا معكم وقفة أمام حاكم عادل يوم تلتقي الخصوم. 90 مليار دولار خلال 20 سنة صرفت على وزارة اسمها الكهرباء ولا كهرباء، مصيبتنا كبيرة. فلا حسن يقول في غضون أشهر صرفت مليارات على الكهرباء ولحد الآن السوداني يكذب على الشعب. تعليق لدينا من أبو مؤمل يقول كهرباء ماكو، بين السفيرة الأمريكية والجنرال الإيراني ضاعت الكهرباء والمواطن يعاني في ظل ارتفاع درجة الحرارة. لدينا تعليق آخر من مسعود يقول السوداني فشلت مثلما فشل السابقون بسبب إعطاء وعود كاذبة دون تنفيذ أي شيء على أرض الواقع. ومهند يقول كهرباء ماكو، على ما يبدو أزمة الكهرباء حلت في موزمبيق أو دولة أخرى، العراق باقي ويتمدد بالأزمات. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام لدينا في هذه الحلقة. تشهد مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار انهيارا أمنيا تقف وراءه ميليشيات العصائب وميليشيات أو ميليشيا العصائب وميليشيات ولائية أخرى، إذ استهدفت هذه الميليشيات وفقا لشهود عيان منزل الناشط المدني المعروف إحسان أبو كوثر في حي الشهداء وسط مدينة الناصرية. وأظهر مقطع مصور رصدته إحدى كاميرات المراقبة سيارات أو سيارة سوداء توقفت أمام منزل الناشط، أخرج أحد من يتواجدون داخل هذه السيارة بندقيته دون أن يترجل من السيارة، فتح النار على المنزل ثم غادرت هذه السيارة على الفور. دعونا نريكم هذه اللقطات ونشاهدها معا. كما يتضح الآن مشاهدينا الكرام أمامكم هذه اللقطات التي رصدتها كاميرات المراقبة، تظهر ما سيحدث بعد قليل. سيارة بحسب شهود عيان قالوا بأنها سوداء اللون تابعة لميليشيا العصائب وميليشيات أخرى. سنأتيكم بعد قليل بالسبب الذي قاد إلى أن هذه الميليشيا ترسل مجموعة من أفراد عصابتها كما لاحظتم إطلاق النار لمحاولة تهديد أحد الناشطين. ننتقل الآن للسبب الذي قاد إلى تهديد هذا الناشط. جاءت عملية الاستهداف بعد أيام من قيام الناشط أو قيادة الناشط لاعتصام كبير في المدينة احتجاجا على سوء الخدمات وتدهور الكهرباء، إلى جانب كشفه فضيحة تهديم جدار متنزه تحاول ميليشيا العصائب الاستحواذ على أرضه واستثماره. وقد نشر الناشط مقطعا مصورا تحدث فيه عن هذا الموضوع ليتم بعد ذلك مهاجمة المنزل كما شاهدتم قبل قليل. نشاهد اللقطات التي قادت إلى مهاجمة منزل الناشط من قبل ميليشيا العصائب. هاي رسالة للمحافظ، احتمال نايم سيد خيل ما يعرف شو يصير بالناصرية، ورسالة لقائد الشرطة، ورسالة لكل مسؤول. ما أدري الناصرية عصابات، إذا عصابات قلونا عمي، قلونا على مود نسلح ونحمي، شكو شي للمحافظة نوقف احنا نحمي إذا ما حد يقدر يحمي. هاي مدينة العاب هسه اجن 7 شفلات وتاهوات 40 تاهو مدري 20 تاهو، الكاميرات موجودة، وخليجي قائد الشرطة، خليجي أي واحد بالقانون خليجي ويشوف الكاميرات. عصابات أحزاب فلشوا مدينة العاب، هذا السياس كله داير ما داير فلشوا، بس الوجه ما فلشوه على مود خاف يشوفهم العالم، والعالم هنا فقرة ما عاد طلع، كلها باقي العالم ببيوتها. هاي واذا يجي قائد الشرطة خليه يطلع على الكاميرات، على الكاميرات يشوفهم يا هم ذولي كلها تاهوات وبيكمات ومدنيين، 7 شفرات اجوا فلشوا السياج ومشوا. الناشط يعني اخبر او ارسل رسالة الى قائد الشرطة ليتفحص أو يتفقد كاميرات المراقبة لمعرفة ما جرى. المفارقة أن هذه الأحداث لم تتوقف عند هذا الحد أو هذا الذي جرى، عملية تهديم السور ومحاولة الاستحواذ على الأرض، حيث أحرق مجهولون قسم كاميرات المراقبة في دائرة أملاك الناصرية، وظهر محافظ المدينة وهو يشير إلى الميليشيات بشكل مباشر بالوقوف وراء ما تشهده مدينة الناصرية من انفلات أمني
تمثل في محاولة الاستحواذ على أرض متنزه في المدينة ومهاجمة منزل الناشط وحرق دائرة الأملاك. وفي اعتراف صريح بعدم قدرته على مواجهة هذا الأمر، أكد محافظ ذي قار أنه أخبر رئيس الوزراء بالانفلات الأمني الذي يحدث في مدينة الناصرية. دعونا نشاهد. دكتور، ما يجري في ذي قار من ليلة البارحة واليوم اعتداء على مدينة الألعاب، اعتداء على أملاك البلدية، رمي لأحد الناشطين، هذه الدوامة كلها جاية تفتر، جاية يصير خرط الأوراق. الناصرية تحتاج الى احنا بالنسبه لإيراد موقف اللي خربطت الوضع فيه. وتاخذ تاخذ التليفونات من قبل مواطنينا برياض. واضح الامني، احنا معاك في استقرار المدينه. الله يبارك فيك ونبذل غايه الجهد، واتمنى ان تشخص الامور حتى احنا واجبنا نتكلم مع رئيس وزراء مع الحكومه التنفيذيه. والله لن يثنينا احد من عزمنا على الاطلاق. توكل ابدا. فعل فاعل ذاك لا يمكن أن يكون تماس كهربائي على الإطلاق. وزير الداخلية تواصلت ويا رئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع. نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. كرار يقول: أكيد الموضوع له صلة بقضية مدينة الألعاب حتى يضيعون أولوياتها. رضا يقول: هاي سببها رجوع مجالس المحافظات ورجعت الأحزاب والفساد، وغطي لي وغطي لك. كرم يقول: الأحزاب الفاسدة تتقصد إشاعة الفوضى في هذه المحافظة عقوبة لها على موقفها في ثورة تشرين المباركة. تعليق لدينا من منتظر يقول: واضحة، لأن أكثر محافظة دعمت ثورة تشرين هي الناصرية، فجاي ينتقمون منها. تعليق لدينا من رافد العراقي يقول: الأحزاب الحاكمة احترقت ورقتهم بالناصرية، انفضحوا، لذلك جاي يخلطون الأوراق. وآخر تعليق في هذا الموضوع من محمد الكعبي يقول: سلب ونهب وقتل من قبل الأحزاب المرتزقة من أجل السيطرة على كل ما تتميز به هذه المدينة المنكوبة التي استبيحت دماء أبنائها على مدى العصور الناصرية، التاريخ والحضارة والحرف الأولى. هكذا يقول محمد. خلونا نستمع لرأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل سيد عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، العراق يعني ما أشوف إلى أي استقرار مع وجود هذه الميليشيات، مع وجود الانفلات الأمني والانفلات الاقتصادي والانفلات الصحي. يعني أي مشروع بهالبلد هذا ما يوجد أي استقرار. ليش؟ لأنه إحنا جاي شوف الدولة العميقة هي اللي تتحكم مصير المواطن ومصير البلد. نعم. يعني شوف هاي الميليشيات، شوف هاي العصايب، هي اللي يعني ما ترى هاي ما صايره باي بلد. احنا نعرف اكو يعني اكو هسه مثل امريكا بها ميليشيات موجوده، ميليشيات وهذه، لكنه يا اخي تحترم القانون. يعني احنا مثل الميليشيات مالتنا حتى لو لنفترض ما تحترمه فهو يفرض عليها بالقوه. أكيد إذا أكو عصابات مثلا، وأكو بعض الدول، وهذا الأمر معروف، أكو بعض الدول تتفاوض مع الميليشيات مع المافيات وتتفق وتضع آلية معينة وما تقدر تقضي عليها، فتتفاوض معها بما يتناسب مع مصلحة البلد العامة. إذا الدولة كانت طبعا ضعيفة أضعف من الميليشيات، لكن أكو دولة ثانية لا تقول لك الميليشيا قوية أو العصابة قوية، ولا لا أنا أفرض قوة القانون، قوة الدولة. ليش أنا لعد عندي وزارة دفاع وداخلية؟ ليش دا أصرف هذه المليارات على تسليح وتدريب وكلية عسكرية وكلية شرطية وغيرها، غير حتى أحمي البلد وأحمي المواطن؟ إذا أنا دا أصرف هذه المليارات وعاجز عن كدولة، عاجز عن حماية الناس وحماية ممتلكات البلد العامة والخاصة وحماية أموال البلد، إذا أنا شنو قيمتي من حكومة أو دولة أو وزارات دفاع وداخلية؟ أحسن لي أعزل وخلي الميليشيات هي اللي تدير البلد، وهذا ما يحدث في العراق. شنو دور ذني الوزارتين؟
هذا دليل استاذ محمد على المجموعه اللي تقود البلد اللي تتحكم بمصير هذا البلد هي تدار من الخارج. يعني لما القانون ما يطبق والقانون ما يفرض وجوده على الانسان المخالف، اذا اكو قوة هي مو يعني اكيد هذه هي القوة الخارجية هي تتحكم وتحرك المجموعات اللي موجودة يعني اللي تسيد على القرار بالعراق. يعني احنا نعرف كل الزين الجارة الشرقية اليوم حول العراق إلى شركة أمنية مو بلدي، هي نفسها ما تعترف بالعراق كبلد. يعني الجارة الشرقية أفسدت ودمرت هذا البلد وتسعى، وخلي بالك أستاذ محمد هذه الحراك اللي جاي تصير ترى هذه أغلبيتها مبتعلة وما يعني ماكو أكو صحيح تصير حراك بس مو بهالشكل هذا، مو بهالضخامة هذه. يعني بكل محافظة بكلها يعني بالمحافظة الوحدة باليوم الواحد أكثر من حريق. هاي شنو هذه؟ يعني حشيت ما مرت علينا مواسم مال الصيف ودرجة حرارة جالس أقول لك أعلى من هاي درجة الحرارة. لكنه أحكي لك عن السابق ما صرت، لكنه اليوم يحاولون يحرقون لك البلد بكل منجز. يعني إذا كان هناك إذا كان أكو منجز، لكنه شوف يعني يجوا لك على الأماكن الترفيهية، يجوا لك على الأماكن التجارية، يعني يردون لك الحركة التجارية ويا الجارة الشرقية مستمرة ما تنقطع. طيب. هذا الغرض، وإلا يعني البلد يعني بهالحرات هذه يعني شنو يعني معقولة تصير هيك مال التماس كهربائي؟ لا يا أستاذ محمد. طيب. يعني الجماعات هي تشتغل للخارج ما تشتغل للبلد. وصلت الفكرة. أنا أشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا حضرتك للمشاركة. ننتقل إلى الموضوع الرابع. عبر أطباء وممرضون عن مخاوفهم من تزايد حالات الاعتداء ضد الطواقم الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلد وعجز الحكومة عن توفير الحماية اللازمة للكوادر الطبية. طبعا كشفت مصادر صحفية عن تسجيل ثلاثة اعتداءات ومشاجرات متفرقة طالت عاملين وأطباء وممرضين ومراجعين خلال أسبوع واحد في عموم العراق. ففي محافظة صلاح الدين اتهم مراجعون ميليشيات مسلحة بمهاجمتهم داخل مستشفى حكومي دون تدخل من القوات الحكومية في مشهد يعكس استهتار هذه الميليشيات وتطاولها على القانون وعدم اهتمامها واكتراثها أصلا بوجود القانون. دعونا نشاهد هذه اللقطات من صلاح الدين. عمي هذه المستشفى، هذه هجموا علينا بالمستشفى، المستشفى هجموا علينا بالمستشفى وضربانا، والشرطة موجودين وما حد سوى شيء، الشرطة موجودين ما حد سوى شيء. هذا بالمستشفى، بالمستشفى هجموا علينا. خوش حكومة ماكو، والله حكومة ماكو، وهذا الشرطة هذا العسكري يشهد، عزيم هذا العسكري يشهد. خوش ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. تحولت ردهة الطوارئ في مستشفى المناذر العام إلى حلبة ملاكمة بين ذوي شخص فارق الحياة وبين الشرطة. الشجار بدأ بمشادة كلامية وتطور إلى لكمات تبادلها أحد المدنيين مع أحد عناصر الشرطة ليتم توقيف المعتدين وفتح تحقيق بالحادث من قبل القوات الأمنية. دعونا نشاهد. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل من محافظة النجف إلى محافظة البصرة وتحديدا إلى مستشفى الفيحاء الذي تحولت ردهة الطوارئ فيها إلى حلبة ملاكمة أيضا بعد شجار
بين عدد من المراجعين من دون أي تدخل للقوات الأمنية، الأمر الذي أثار استغرابا وانتقادا في مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد. يا هاي الفيحة. دعونا نتابع التعليقات ونستعرضها التي وردت بشأن هذا الموضوع. محمد يقول: المفروض هذولا مرضى ويراجعون المستشفى، شلون بيهم حيل ويتضاربون؟ تعليق لدينا من فاضل يقول: الشرطة مالهم كل دور، حتى لياقة بدنية ما عندهم، شلون تعينوا من دون تدريب؟ تعليق لدينا من معتز يقول: البارحة هاي المعركة أنا موجود يمهم تقريبا ثالث معركة، هاي قسم مع المنتسبين قسم المراجعين مع بعض، والسبب غياب القوات الأمنية. لا تهش ولا تنش، طوارئ الفيحاء يومية هيجي حتى نخاف على أرواحنا. تعليق لدينا من أبو حسين الحسيناوي يقول: مع الأسف الناس بس تتفرج، يفترض يتدخلون وينهون هذا الصراع، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقاسم يقول: حلبة ملاكمة والمراجعين صايرين جمهور والشرطي الحكم. وأبو حسين الشريفي يقول: هاي عمايل الدولة العراقية خلت الشعب متكامش من سوء الخدمات والمعيشة. استنكرت أوساط دينية وعشائرية وشعبية وأكاديمية عراقية الحملة التي شنتها جهات سياسية استهدفت فيها فضيلة العلامة الشيخ عبد الملك السعدي. وتأتي هذه الحملة التي استهدفت الشيخ السعدي من قبل جهات تدعي التصوف، وهي في الحقيقة تثير الفتنة بين العراقيين وتنتقد وتنفذ أجندة سياسية وخارجية. دعونا نستعرض معا عددا من التغريدات مع وسم ملك العلماء الذي تفاعل عليه مدونون في الساعات الماضية لنصرة كبير علماء العراق العلامة الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي والدفاع عنه. دعونا نتابع. عبد الله يقول: شيبتنا المباركة فخر العراق وعلم من أعلام الأمة الإسلامية، العالم والفقيه الورع الموسوعة التي لا تنفد الشمس التي لا تغيب، الناطق بالحق الذي لا يخشى في الله أحدا، عميد العلماء الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي حفظه الله وأمد في عمره وبارك فيه ونفعنا الله بعلمه. في تعليق من فهد العلواني يقول: حفظ الله شيخنا الجليل الذي سخر حياته من أجل خدمة الدين وطلبة العلم، صاحب التاريخ المشرف والحاضر المشرق وصاحب العمامة والشيبة المباركة والعالم العابد الزاهد، شيخنا وفخرنا سماحة العلامة الشيخ الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي حفظه الله من كل سوء وسدد بالخير خطاه. في تعليق لدينا من أحمد يقول: للعلماء منزلة سامية ومكانة عالية رفيعة، الشيخ عبد الملك السعدي قامة عراقية كبيرة، للعلماء ومنزلة سامية منيعة ومكانة عالية، والعلماء ورثة النبي عليه الصلاة والسلام في حكمته ورسالته، بهم قام الكتاب وبهم قاموا، واجب على الجميع احترام أهل العلم والعلماء. في تعليق أخير لدينا من دكتور نصير خضر يقول: يبقى شيخنا العلامة عبد الملك السعدي ملك العلماء، يبقى ملك العلماء في زمان قل فيه أمثاله علما وعملا وإخلاصا وتقوى وكرما وصلاحا، أمد الله بعمره ونفع الأمة بعلمه وصلاحه مع وافر الصحة والعافية. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.